لها المهازل صراحة توشي بشيء، وهو أنه شر البلية ما يضحك في جوانب منها، أننا وصلنا إلى حدود لم تكن الناس تتوقعها وتتصورها، سواء في مصر مع السيسي أو في الجزائر مع هذا بوتفليقة، أو في السعودية مع سلمان وبن سلمان، أو في سوريا مع ما فعل بشار، وهات البقية، والآن حتى في السودان. لا أستثني أحدا كما يقولون. لا أستثني أحدا. بقدر ما هي مؤلمة، مؤلمة ومؤلمة جدا، بقدر ما تؤكد أن لن يبقى عذر لأحد، لا من الشعوب ولا من النخب ولا من أي إنسان عاقل، لا أقول مثقف أو فاهم، بس عاقل عنده عقل فقط، يعني ليس مصاب بالجنون، سيعرف صحيح. أن هؤلاء في الحقيقة عبارة عن يعني تبحث عن الكلمات ربما فلا تجدها، يعني كلمة سفهاء، سفهاء ربما لا تؤدي المعنى تماما، روابضة تم تعني الكلمة، وأن اقتلاعهم ضرورة وجودية لهذه الأمة إذا أرادت أن تحيا من جديد، اقتلاعهم بكل ما تعنيه الكلمة. طبعا أنا من دعاة أن يكون هذا الاقتلاع سلميا ولا عنفيا، لأن العنف نحن نعرف أنه يخدمهم أكثر مما ويضرهم أكثر من أي شيء آخر، لكن لم يعد للأوطان قيامة تقوم لها في هذه الأوضاع. من كان يتصور أن يكون هناك رئيس أسوأ من مبارك لمصر؟ لكن الآن الناس بترحم مرات على مبارك، يعني من كان يتصور أن يقوم زعيم المقاومة والممانعة بهدم سوريا، هدمها وتسليمها، يصبح القرار روسي إيراني، وإسرائيل تعبث كما تشاء بموافقة روسية بطبيعة الحال. من كان يتصور أن جزائر الثورة والثوار يختزلها شخص منتهي ناهيك عن فساد الأخلاق والمال المعروف والمعلوم أولا وأخيرا، وعمره يقترب من 82 سنة الآن، من كان يتصور هذا؟